طيب حضرتك بتقولي ان المشروع نفسه ما فيش اعتراض عليه، من الممكن ان المشروع يتعمل في مكان اخر يدرس. بما ان حضرتك اسكندرانية طبعا. بما انك اسكندرانية الكلام ده ينفع في اسكندرية مثلا؟ لا بلاش بلاش، لا والله اسكندرية بلاش اسكندرية. لا النبي لا النبي، احنا كفاية ده، احنا عندنا ما يكفي من المشاكل في اسكندرية. لكن انا هقول لحضرتك على حاجة، اتفضلي. لو انا ببص على خريطة القاهرة كده، في عدة مواقع يعني مبهرة جدا. اولا العجلة الدوارة دي، لو بنتكلم ان هي هتطلع تشوف ايه من فوق، برضو في نقطة عايزة اوجهها بس يعني انتباه حضرتك ليها، ان احنا على بعد 200 متر عندنا البرج اللي بتقدر تطلع تشوف القاهرة منه. ففكرة ان انا اسوق العجلة الدوارة دي عشان اطلع اشوف القاهرة، ده مش بعيد الحتة دي يعني. انما لو انا نقلت الفكرة دي واستخدمت هذا المشروع الجميل والناجح واللي ممكن يدر دخل يعني كبير جدا لمثلا لمنطقة، وليكن هنقول رود الفرج، احنا عندنا ممشى هناك جميل جدا، ولو انا درست موقع هناك يبقى انا برفع من القيمة العقارية لهذا الموقع. لو انا اخدت منطقة عند المتحف الكبير تكون صحراء واستخدمت البلاتفورم ده بالكامل لعمل مشروع متكامل، لانه حضرتك لما هعمل العجله دي انا محتاجه مطاعم ومحتاجه خدمات ومحتاجه عربيات تخش للمطاعم دي سيرفيس ومحتاجه تامين. فانا هشوف الكتله المعماريه للمتحف الكبير كتله رائعه، وعندك الاهرامات وعندك المنطقه دي كلها. هو يمكن بس يعني لما 10 اماكن لما اختاروا القاهره يتعمل فيها المشروع ده ويبقى ناجح ويدر دخل، لانه مش هيسبب التكدس المروري اللي بناء عليه محدش هيبقى عايز يروح عشان الدنيا زحمه. يعني يمكن اختيار المكان هو شبه الحته اللي في لندن انها موجوده كده ستريبايه كده موجوده على النهر برضو، فيعني يبقى كوبي بيست اللي موجود. لندن اي لندن اي موجود في منطقه كوميرشال، منطقه تجاريه اداريه، مش منطقه سكنيه. حضرتك المنطقه هناك اللي وبيشوف متاحف وبيشوف لندن بريدج وبيشوف حاجات كتيره جدا، بس المنطقه دي مش منطقه سكنيه. وبعدين هو راح فين فكره ان الحديقه دي ليها تاريخ؟ تمام يعني تمام. المساله دي طمست يعني، ما هو لو احنا بدأنا نتنازل عن كل ما هو قيم وذو قيمة لينا احنا هنخسر كتير. احنا بلد مش محتاجين نستحدث معمار ونصطنع تاريخ، احنا عندنا كتير جدا. فهل عشان عندنا كتير بنستغنى عنه؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش طبعا. طيب يعني ما اكثر الاراضي اللي موجوده عندنا، وانا متفقه ان العجله دي لازم يطلع يشوف حاجه. طب ما احنا عندنا اماكن، انا قلت لحضرتك دلوقتي كده فجاه كده مكانين. لا زي ما حضرتك بتقولي كده يعني على لندن بريدج قيمه عقاريه للمكان وهدر دخل على المنطقه كلها. زي ما بنتكلم على لندن بريدج ممكن نتكلم برضو على الامبابا بريدج على سبيل المثال، عندنا برضو امبابا بريدج ده ممكن يحصل فيها ان احنا نشوف ده. بشكرك النائبه المحترمه داليا السعداني عضو مجلس النواب.